جئنا لنتفاعل ونتحاور في هذا الموضوع. فلذا سأعود إلى ما يكون هناك سؤال في القاعة، وأنا ألح على القاعة تتفاعل معنا. أعود ل تفضل سيدي، تفضل أولي. شكرا كاع. عمر أجنتي، عضو برلمان الطفل. السيدان الرئيسان، الحضور الكريم. حنا هضرت يا أستاذ على القاعدة الثنائية، كنظن راه في هادشي الإسلام، الإسلام جزم خاصنا ناخذ واحد القاعدة وواحد المبدأ اللي هو مبدأ وقاعدة كبيرة عندنا في الإسلام، وهي اللي هي مبدأ الوسطية. ماشي أننا نرجعوا الماضي ديالنا حتى لهذاك الحد، وماشي أننا نفتحوا حتى لهذاك الحد، نكونوا كما جاء في القرآن الكريم قوامة. هذه من جهة. من جهة ثانية، هي لازم نهضروا على جيل النهوض الحضاري. رجع الأجيال الصالحة بالإقلاع الحضاري، ليس هناك جيل لا يستطيع أن يقلع بالحضارة، ليس هناك جيل ليس في مقدوره التقدم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير في أمتي إلى يوم القيامة. هذه أمر مجزوم فيه، هذه من جهة. لا، ولكن كيبقى المشكل هو مشكل ديال الطموح. كما قلتي، حنا عندنا طموح، كاين طموح، ولكن هذاك الطموح كما كنشوفوا في الواقع الملموس ديالنا هو طموح فئوي، يعني فئة دون أخرى، فئة هي رابحة من هذا الواقع اللي كنعيشوه، وكاينة فئة اللي متضررة، الفئة الكبيرة اللي متضررة عندها طموح، واللي هي الأصوات ديالها غالبة، وكاينة فئة صغيرة ولا تريد وتحاول ما أمكن عرقلة هذاك النهوض الحضاري. الإبداع هو عندنا، لكن كنحتاجوا للتشديد ديالو. كنشوفوا أن الأستاذ كيدير ما يستطيع باش ينمي التلميذ، كنشوفوا أن التلميذ حتى هو كيحاول يقرا، كيحاول الإدارة، كل شيء، ولكن علاش هذا الفشل؟ علاش هذا الفشل ديال المنظومة التعليمية الذي أجمعت عليه كل التقارير الدولية والوطنية؟ هنا كنشوفوا أن عندنا تعليم ناقص، رغم كل المحاولات، لا من طرف الأساتذة، لا من طرف التلاميذ، لا من طرف الإدارة. التكوين أيضا هو محدود. ما حنا كاين اللي ما كيبغيش يقرا، كيبغي واحد المهنة من المهن. كاينين دابا كاينين دابا تكوينات اللي خاصك تطلع حتى المدن أخرى باش تقرا. علاش ما نقربوش هذاك التكوين من الشاب؟ في حالة إلا عطيناهم واحد التكوين مناسب للميولات ديالهم والرغبات ديالهم، والتعليم مناسب للميولات والرغبات ديالهم، ما نخافوش عليهم. ديك الساعة نضمنوا أنه غيكون إقلاع. هذا هو المشكل ديالنا، هو عدم اهتمام ديالنا بالشباب. اهتمام هو ماشي ما كاينش اهتمام حتى لهذيك الدرجة، ولكن اهتمام كاين وما كاينش. وهذا شكون اللي ناقص؟ فين كاين موطن الخلل؟ هذا هو السؤال الجوهري الكبير. اين فين كاين الموطن ديال الخلل؟ الكل شيء كيخدم، كل شيء كيدير، ولكن اين الخلل؟ شكرا سيدي على هذا التفاعل. اعتقد سي تامي دكتور ثلاث اسئله او محاور. هناك سي سفيان كثيره حول الثقافه والمثقفه الشباب، ثم الأستاذ طرح المشكل أن كل مشروع يتطلب رجالا لقيادة هذا المشروع، والشاب طرح مشكل إشكالية الوسطية والاعتياد طبع حال، والسؤال محوري أن يكمنوا الخلال. فأعتقد أن أسئلة متنوعة. تفضل سيدي. فيما يخص الأستاذ سفيان، حول باختصار مفهومي الاستلاب الثقافي والمثقف. مفهوم المثقفة يقوم على نوعين التفاعل الثقافي بين الثقافتين، نوع من التبادل، نوع من التأثير في الاتجاهين. ولكن هذا المفهوم يفترض نوعا من التناظر بين الثقافات المتثاقفة، ولذلك
تعبر الثقافة التي تجد نفسها مضطرة لأن تأخذ وتتلقى دون أن تمتلك أدوات التأثير، تعتبر هذه المثقافة استلابا ثقافيا لكونها تصبح عملية على المستوى العملي، تستريد، تقوم بعمل الاستيراد لما هو منتج الثقافة الأخرى دون أن تستطيع أن تؤثر. مثلا في الحضارة الإسلامية في عهد العباسي، في عهد المامون، أنشأ المامون بيت الحكمة، وكان أعظم مظهر من مظاهر المثقافة مع الفكر اليوناني، لا سيما الفلسفة الإغريقية في بعض مظاهرها. ولم يجد المسلمين لم يعتبروا ذلك أبدا استلابا ثقافيا، وهم يترجمون أرسطو وأفلاطون وما سوى ذلك، بل اعتبروا ذلك عنصر غنى. وكانت ترجمة الفلسفة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية، الثقافة العربية طبعا، وإدماجها في المنظومة الثقافية الإسلامية عنصر غنى برزت آثاره في مختلف العلوم الإسلامية، بما في ذلك العلوم التي قد تبدو شرعية، كما هو شأن مثلا في علم الكلام أو في علم أصول الفقه، الذي بدأ العلماء يعيدون بنيانة علم أصول الفقه عن طريق الاستفادة من المنطق الأرسطي مثلا. هذا نموذج ممتاز للتثاقف والمثقفة، ولم يعتبروا أبدا ذلك استلابا ثقافيا. نعم ظهرت بعض الآراء المتحفظة منذ ذاك التي تحاول أن تميز بين العلوم الأصيلة التي العلوم الإسلامية المحضة التي ظهرت في الثقافة الإسلامية إلى حدود القرن الثالث الهجري، وبين العلوم الدخيلة التي جاءت من خلال التفاعل معها.